إلى تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية والتصعيد الإسرائيلي هناك، حيث زعم رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي المعروف باسم شابك أن إسرائيل ستدافع عن نفسها عبر ما وصفه بطرفي الحدود مع لبنان وليس من جانب واحد. في وقت السلم يكون الدفاع على الحدود من جانب واحد، وفي وقت الحرب يجب أن يكون الدفاع على جانبي الحدود مع حرية التصرف، وهذا درس يجب أن نتعلمه جميعا نتيجة لما حدث في 7 أكتوبر. قال هيرتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إن الهجمات على حزب الله في لبنان لن تتوقف إلا بعودة من وصفهم بسكان الشمال إلى منازلهم. إننا نواصل عملياتنا ضد العدو ولن نتوقف حتى نضمن قدرتنا على إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من الشمال بأمان، ليس الآن فحسب بل وفي المستقبل أيضا. وإذا فكر أي شخص في إعادة بناء هذه القرى مرة أخرى فسوف يدرك أن بناء البنية التحتية للإرهاب ليس بالأمر المجدي، لأن جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يعمل على تدميرها مرة أخرى. حول الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد اليماني الباحث في العلاقات الدولية عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ محمد. تحياتي لحضرتك. طول أمد الحرب على من يؤثر برأيكم، خاصة في ناحية الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي؟ لا أستاذ الكريم، يعني هو يؤثر على الجنوب ويؤثر على الشمال ويؤثر على الدول العربية ويؤثر أيضا على الاحتلال الإسرائيلي. الآن بنيامين نتنياهو يعني جن جنون بنيامين نتنياهو، خاصة بعدم الاجتياح البري، لأنه دخل مجرد ما دخل خرج أموات، خرجوا أموات، وبعد كده الضربة اللي جت من إيران وحتى الضربة قبل الاجتياح، فهذين الضربتين الاحتلال الإسرائيلي جن جنون الاحتلال الإسرائيلي، بدأ أيضا أن يصعد من القصف، بدأ أن يصعد أيضا من الضربات، وبدأ أن يرجع أيضا مرة أخرى إلى قطاع غزة وينفذ أيضا عمليات الإجرام وأيضا الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني وكذلك أيضا في الضفة الغربية. إذا تعمقنا بالحديث وأردنا أن نحلل هذا المشهد نرى بأن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قطاع غزة في أيضا كذلك أيضا جنوب لبنان، كل هذه الجبهات الآن مشتعلة، كل هذه الجبهات الآن مشتعلة، فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. أما الأمر الآخر هو تزويد الاحتلال الإسرائيلي بكل ما يحتاج لضرب أيضا. أقول لحضرتك نقطة مهمة، لأن قناتكم الكريمة ما شاء الله عليها، إن لولا الذخائر أو لولا القنابل الخارقة للأعماق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ما استطاعت إسرائيل القضاء على حسن نصر الله ورفاقه، ولولا الطائرات بيونج الأمريكية لإعادة تموين وتزويد في الجو ما وصلت أيضا إسرائيل إلى ميناء الحديدة، ولولا أيضا الذخائر والقنابل ما استطاعت إسرائيل أن تسوي 3/4 قطاع غزة بالأرض، ولولا أيضا الأسلحة الأمريكية والحصانة الدبلوماسية ما استطاعت أيضا إسرائيل بأن تقتل وأن تصيب أكثر من 150,000 فلسطيني. مهم جدا أستاذ محمد فيما يتعلق أيضا، لو سمح لي يفتح معايا سؤال يتعلق ب الحزب، هل هو على استعداد حزب الله استعداد لمواجهة طويلة الأمد مع إسرائيل؟ أنت تتحدث عن إسرائيل ومن خلف إسرائيل أيضا، هل الحزب قادر على ذلك؟ بالفعل يعني أنا رأيت في البداية عشان أكون واقعي وأحاول على قد ما أقدر أن أنا يعني ألمس بالفعل هل فعلا حزب الله اللبناني كان يوجد ضربة قاسية وموجعة لحزب الله بخصوص عمليات البيجر ولهذا الانفجار ومن ثم أيضا الصف الأول من اغتيالات؟ نعم هذا موجود، ولكن رأيت في الأيام السابقة بأنه حاول لملمة الأوراق وإعادة التوازن مرة أخرى، وبدأ أيضا بمساعدة أيضا ما حدث من قبل القوات اليمنية والضربة أيضا الإيرانية، هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى معنى بأن الاحتلال يدخل يعني مجرد دقائق معدودة اجتياح بري في جنوب لبنان ولم يقدر على هذا الأمر، معنى ذلك بأن حزب الله اللبناني متواجد ومتواجد أيضا بقوة، ولكن إسرائيل تحاول على قدر المستطاع بأن يتم نزوح كبير جدا للمدنيين إلى أوساط
يعني لبنان سواء كان في وسط البلاد أو بعض المناطق الأخرى، بأن يوجد ضغط أيضا لحزب الله اللبناني. هذا الضغط متمثل في المدنيين وكذلك أيضا في السلطة اللبنانية، بأن الذي أدخلهم في هذه الأزمة الآن هو حزب الله اللبناني. فالاحتلال الإسرائيلي يعمل على هذا الأمر. وأيضا الأمر المخادع بالنسبة للرواية الإسرائيلية تقول بأننا نعمل على ذلك بخصوص إرجاع المستوطنين مرة أخرى لتنفيذ القرار 1701 لسنة 2006. كل الكلام ده مش مظبوط، لأن الاحتلال الإسرائيلي هو يعلم بأن هل بالإمكان مع الحرب مع حزب الله اللبناني، حزب الله اللبناني يرضخ ويتراجع ويوافق على هذه المبادرات المقدمة من أمريكا وأيضا كذلك أيضا الجانب الفرنسي. فلا رجوع أيضا المستوطنين في هذا التوقيت، لأن هذا التوقيت هو توقيت حرب وتوقيت أيضا يعني طحن عظام، مش كسر عظام، لا طحن عظام من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأقول لحضرتك نقطة مهمة جدا، الولايات المتحدة عشان لما نجي نتكلم كده بعمق شديد واللي سمعنا يفهمنا، أول نقطة الولايات المتحدة الأمريكية وضعت إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط لتدمير مقومات البنية العسكرية في المنطقة، وإن لم تفعل ولم تقدر على ذلك إسرائيل فلم تستخدم المسار الثاني. هذا المسار الثاني متمثل أيضا في بعض الأزمات بخصوص الاقتصاد، بتغيير الأنظمة السياسية، بتغيير أيضا أنظمة الحاكمة. هل أستاذ محمد الكلام ده ليه علاقة بحضرتك بيحصل في جنوب لبنان؟ ليه علاقة، لأن دلوقتي في 2003 عند غزو العراق من الولايات المتحدة الأمريكية صدروا لنا بأن الصراع شيعي سني، الصراع عربي إيراني، وليس الصراع أيضا عربي إسرائيلي. دي نقطة مهمة جدا، والكلام ده من 2003 لغاية وقتنا هذا. لذلك الدول العربية في وقت من الأوقات فعلا رأت بأن إيران هو التهديد الحقيقي للمنطقة العربية ولدولها، وعملت أيضا الدول الخليجية وكان يوجد تهديد. ولهذا الأمر بدأت الدول الخليجية في استيراد الأسلحة والذخائر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية بمليارات الدولارات. هذه أيضا جزئية مهمة جدا. الجزئية الأهم بأن الزيارة الأخيرة من قبل الوزير الخارجية الإيراني إلى المملكة العربية السعودية برضه ليها دلالات مهمة، لأن كأن يعني إيران بتحاول تقطع الطريق عن أمريكا وعن أيضا إسرائيل، وأن تقول أيضا ما زلنا لدينا علاقات مع المملكة. وكذلك الأمر الآخر بأن المملكة العربية السعودية تتوسط أيضا للولايات المتحدة بحيث أن ما يحصلش أي حرب شاملة أو توسيع رقعة الحرب، لأن أنا قلتها لو كان بالنسبة لزيارة بازشكيان أيضا ولقائه مع الرئيس الروسي، قرأتها في أي إطار أيضا؟ يعني خلينا نتحدث بأن روسيا مختلفة عن الصين، بمعنى روسيا لديها علاقات قوية مع إيران، وهذه العلاقات بدأت روسيا ترسل أسلحة إلى الجانب أيضا الجانب الإيراني، وترسل بعض الأمور سواء لها علاقة بالاستخبارات أو لها علاقة بميعاد أو على أقل تقدير بخصوص الرد المنتظر من قبل إسرائيل. إن روسيا تعلم بأن أيضا مواقع العسكرية هي مستهدفة في روسيا في سوريا، وأيضا ضم ضربها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فروسيا أيضا هي معنية بهذه الحرب، هي ليس بعيدة. ولكن نعلم بأن سوريا برغم يعني عشان هي لديها من الدول الإقليمية والأطراف الخارجية والداخلية فهي معقدة للغاية، فعايزين يقطعوا الحدود بين سوريا وبين لبنان، والحدود بين العراق وسوريا. أما بخصوص روسيا أنا قلتها قبل كده أن هي منشغلة انشغال كبير جدا، ولكن على ما أظن أن روسيا بدأت ترجع تاني لمنطقة الشرق الأوسط. هي متواجدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، رأينا أيضا اتفاقيات وشراكات اقتصادية أو غير اقتصادية مع الدول العربية وعلى رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية. معنى ذلك بأن روسيا أيضا حاضرة، ولكن ليس بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة لديها شراكات واتفاقيات بمليارات الدولارات منذ سنوات عديدة في المنطقة. هذه أيضا جزئية. الجزئية الأخرى، هل لو تمت حرب كبرى في المنطقة بين إسرائيل وبين إيران نرى تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل روسيا؟ فهذا الأمر أيضا ليس يعني مش بسهولة من مكان نحن نحلل هذا الأمر في هذا التوقيت، لأن روسيا لديها عندما يعني تمت الحرب الروسية الأوكرانية
سحبت قوتها أو بعض من قوتها في سوريا إلى أوكرانيا. معنى ذلك أنهم أيضا يسحبون قوتهم أيضا في القرن الأفريقي بخصوص قوات فاغنر أيضا إلى أوكرانيا. معنى ذلك بأنها كل قوتها كل تركيزها مشغولة في أوكرانيا. ولكن أنا أرى من وجهة نظري في هذا التوقيت الحرج روسيا لديها معلومات خطيرة بأنها هي كمان مستهدفة في المنطقة، وأن هذا المخطط لا يستبعد أبدا على روسيا. ولكن الأهم هي إيران وليس روسيا، يعني إذا في المرتبة الأولى إيران. ولكن إيران تم احتواء تهديدها من خلال محور المقاومة، سواء من حركة حماس إلى الضفة الغربية إلى حزب الله اللبناني، وكذلك أيضا في العراق، وأيضا الحرس الثوري الإيراني. أستاذ الكريم، الاتصال والاجتماع الذي حدث بين جو بايدن وبين بنيامين نتنياهو لن يكترث للإدارة الأمريكية، لن يكترث لما يدلى أو لما يملى عليه من الإدارة الأمريكية بأن نحن لا نريد التصعيد، لأن نحن يعني خلي بالك من الضربة المنتظرة على الداخل الإيراني، سواء باستهداف منشآت نفطية أو استهداف بنية تحتية حيوية أو استهداف أيضا منشآت نووية أو حتى اغتيال شخصيات بارزة في الحرس الثوري. ولكن أنا أرى بأن هذه يعني عملية الاغتيالات هي متدرجة أو متعودنا عليها في من قبل احتلال. ولكن الثلاث نقط الأولين هي مهمين جدا جدا جدا، لأن بالفعل هتكون يعني ضربة قاسمة، والرد الإيراني أيضا هيكون مختلف تماما. أشكرك الأستاذ محمد اليمني الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف.